السلام عليكم. دابا حنايا الدراري الحومه كنجمعوا مع بعضياتنا، كنشكلوا واحد الفرقه هدايه، كنجيبوا الموتور باش كنحيوا هذه الاجواء، هذه الشواء الرؤوس الاكباش. ايوا سينا كتعرف الاحياء شعبيه بزاف كاينين بزاف ديال الناس كنشوفوا بلي ما كيبغيوش يشوفوا في الدار ديالهم، بزاف كاينين بزاف ديال الناس كنشوفوا بلي ما كيبغيوش يشوفوا في الدار ديالهم، كيجيو عندنا كنشوفوا لهم حنايا الريوس. ايوا اصلا دابا هادشي هذا في الاحياء الشعبيه كاين موجود، وكتسمى دابا مؤخرا رجعوا كيمنعوه، رجعوا كيمنعوه، كيقول لك ممنوع تشوط هيدا في الاحياء الشعبيه، وانما دابا يعني كتسمى ديك الاجواء ديال العيد وكذا رجعت قليله. دابا ملي ما يبقاش تشوط هذا في الاحياء الشعبيه وكذا، ما يبقى والو، بنادم ما يبقاش يحس بديك الحلاوه ديال العيد، ما يبقاش فهمتي كيفاش، ما يبقاش يحس بديك ديك الاجواء. فينا كتعرف عاود. السلام عليكم ورحمه الله، واش كنتم مبروك الاخوان، تعيدوا بالصحة والسلامة. لايا الحمد لله باقي كنحيوا هاد الأجواء هادية اللي باقا في هاد المدينة هادية. 20 درهم 30 درهم 15 درهم على حسب الدرويش، عاد على حسب الدراويش، كاين الدراويش ديالنا هدايا كنتعاطفوا معاهم، والناس هدايا عاود شوية ملبقة عاود 30 درهم 20 درهم على حسب. وشو كران باريس تيطوال اللي كتعمل هاد الجولة هادية في الأحياء الشعبية، تقدم واحد الاضافه. شكرا لكم اعزائنا زوار جريده بريس تطوان على المتابعه، ولا تنسوا ضغط زر الاعجاب والاشتراك في القناه. للمزيد من الاخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام.